الو السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله. وقف سوي لنا شير للديسكورد تعال مكالمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد حيدر من قناة أحمد حيدر. راح نفتح كيسات فالشوكون نايف، كيس أقصد. ف ماكو بالماركت مال لعبه اسمع عن نايف اشتري من لا شيء يعني قلت فالكون كيس على ورقة صغير. تم الشراء، هل سأحصل على الساند دون او لا؟ هل سيحصل على ان انا خلاص اشوف شنو بيها سكنات حتى اتنبأ شو حيطلع عليك قبل افتح شنو بيها سكنات بنزليها على ما ادري. اذا دوس لوك كونتينر تفتح له اقول لي حصل ويجي ويجي جليل روك بوب. يلا عندي منه مشكلة. لا يلا لا سأقوم بتفتيح. لا اصبر آه. لا تفتح اصبر آه. خلاص اتنبأ اي كي هايبر بيست شو عرفت؟ من عندي فلتسن هاي كان نهاية الحلقة. أتمنى أن تسبوني في التعليقات وتسبون سيج على المية. والله صراحة تولست يعني صراحة يعني كانت فوز زايدة وكانت بروفت هي. بس خلي أسجلها لأن هذا الفيديو بالتاريخ راح يصير بالمناسبة هاي الفلوس كانت فلوس البروفت اللي أخذتها من اللاية الدروب. فيعني انه انا ربحت يعني تقريبا دقيقه تقول 100 بيض فمو مشكله يعني. فجود باي ماي فريند. لا والله صارت سهله.